في ملحوظة بسيطة بقى، في فرق بين المدرب الفلور اللي هو بيكون عام لكل الناس في الجيم والبي تي او المدرب الشخصي. المدرب الشخصي بياخد منك فلوس، العام لا. المدرب الشخصي بياخد راتب قليل من النادي، ولكن النسبة اللي بياخدها على عدد المشتركين اللي معاه في البرايفت. اما المدرب العام بيكون دوره انه يدرب كل الناس بدون تحيز لاي حد عن حد، وبيكون ليه راتب اساسي. فالمدرب الشخصي مش دوره انه يدربك، المدرب الشخصي دوره انه يدرب الناس المشتركين معاه شخص. المدرب العام هو اللي المفروض يدربك لان ده شغله.